برحب بحضراتكم. خلينا نرحب كمان على الهاتف بدكتور مدحت الشريف، استشاري اقتصاد سياسي وسياسات الامن القومي ووكيل اللجنه الاقتصاديه السابق من مجلس النواب. مساء الخير دكتور مدحت. مساء النور استاذه ألفت، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي للمشاهدين الكرام. بنرحب بحضرتك معانا، وخليني ابدا مع حضرتك بلقاء اليوم بسيد الرئيس ومحافظ البنك المركزي، وكيف ترى هذا اللقاء؟ والحقيقه والسيد رئيس، انا شايف انه من ايام قليله كان هناك اجتماع مع السيد وزير الماليه ويمكن وقيادات وزاره الماليه، وكان بيتحدث معهم عن السياسه الماليه المتبعه في مصر، وبرضه منهجيه الشمول المالي والفاتوره الالكترونيه والمدفوعات الالكترونيه. والنهارده استكمل لقاءاته في اطار برنامج الاصلاح المالي والاصلاح النقدي، بانه لازم في الاصلاح النقدي طبعا مختص به البنك المركزي، والاصلاح المالي مختص به وزاره الماليه. فكان النهارده اجتماعه مع سيد محافظ البنك المركزي وقيادات البنك، وده كان مهم للغايه طبعا في مرحله احنا بنراجع فيها دائما ما حققناه من نتائج، لان يمكن برنامج الاصلاح الاقتصادي علشان المشاهد يبقى متفاهم ده احنا ابتديناه من 2016، كان ليه ثلاث محاور رئيسيه. محور هو الإصلاح المالي، والمحور الثاني هو الإصلاح النقدي، والمحور الثالث هو إعادة الهيكلة الاقتصادية. الإصلاح المالي والإصلاح النقدي حقيقة هم اللي تصدوا بشكل كبير جدا للأزمة اللي كنا بنعاني منها، وكان أعتقد يعني يمكن أنا كان ليا تصريحات في هذا التوقيت قلت لو تأخر برنامج الإصلاح الاقتصادي عن هذا التوقيت كانت هتبقى خيانة لمصر، يعني كان هيبقى مصر على حافة الحيوية، وده يمكن القرار ده كان صعب جدا بياخده رؤساء سابقين كثيرين لم يستطيعوا او لم يجرؤوا على اتخاذ يعني 10% حتى من هذا القرار. هو حقيقي الرئيس من اول ما وصل هو دائما ياخذ الخطوات الاصعب والطرق الاصعب دائما. بالتاكيد، ولازم هنا بقى نحيي الشعب اللي صحيح. بيتجرع دواء مر. يعني دايما بيقول هو كان البطل في المعالجه الاقتصاديه. بالظبط، بيتحمل دواء مر وبسعة صدره وبثقه بان المستقبل افضل. وده اللي يعني خليني اقول ان ده بيعكس برضه الثقه في القياده السياسيه ومنهجيه الدوله اللي بتقوم بيها بسلطاتها الثلاث، وده امر ايجابي طبعا ان الشعب بيتحمل هذا في سبيل انه يعبر ازمه كانت طاحنه في هذا التوقيت. احنا النهارده بنتكلم عن مراجعه للخطوه الثانيه، وهي الاصلاح النقدي في مناقشه البنك المركزي بقياداته المختلفه، وكانت المعايير الاساسيه واضحه امام السيد الرئيس. ويمكن المعايير دي ما كانش مجرد احنا بنتكلم عن ارقام، عندنا احتياطي نقدي حوالي 40.5 مليار دولار، طبعا قفزه كبيره. احنا في 2013 كنا بنتكلم في 13 ل 14 مليار دولار، دي قفزه كبيره. بالتاكيد في جزء منها ديون، وده ما نقدرش ننكره بالمره، ولكن الديون حتى اللي اخذناها من مؤسسات التمويل العالمي هي برضه بتعكس ثقه هذه المؤسسات بان هناك برنامج اصلاح اقتصادي حقيقي في مصر. وده يمكن برضه شفناه في دعم صندوق النقد الدولي في بعد ازمه الكورونا اللي عانت منها كثير من دول العالم، في قرضين اثنين مباشرين، كان القرض الاول اللي هو سياسات التمويل السريعه، والقرض الثاني اللي هو ان شاء الله نهايته هتنتهي خلال الاشهر القليله القادمه ب 1.7 مليار دولار، وده بنطلق عليه قرض الاستعداد الائتماني. اللي بشكل عام لازم نقول ان احنا بنراجع دايما الفئات الاكثر يعني تاثرا بسياسات الاصلاح الاقتصادي في مصر او سياسات التقشف. طبعا انا شايف ان كان في النهارده اكثر من عرض زي برنامج جديد للتمويل العقاري ل برضه للقدرات الماليه المنخفضه من هذا الشعب بفايده 30. انا طبعا الوقت عندي حاكمني شويه، فانا محتاجه برضه انتقل مع حضرتك للعملات البلاستيكيه او النقد الجديد اللي هيطلع ده، وكمان حابه اعرف مصير النقد الفلوس القديمه، هتبقى البنكنوت القديم هيروح فين يا دكتور مدحت؟ احنا لازلنا بنتحدث عن فئات معينه مش كل الفئات، وبالتاكيد ان لما هيطلع النقد الجديد في اختيارين، ولسه لغايه دلوقتي البنك المركزي لم يعلن عنها. باختيار الاول ان يستمر العملتين مع بعض لفتره معينه، ومع تهالك هذه العملات الورقيه بيبتدي طبعا هي بتروح للبنك وبيتم اعدامها في اثناء وصولها للبنك المركزي. تمام. والشكل الثاني ان اللي عنده عملات متهالكه من الفئات الصغيره اللي هتبقى معموله من البلاستيك او مصنعه من البلاستيك،
بيقدر يسلمها ويبدلها من البنوك. طبعا لسه لا زالت حتى الان الرؤيه دي مش واضحه، البنك المركزي المفروض انه هيعلن عنها. يعني انا لو عندي مليون جنيه مثلا اروح اغيرهم بقى اقول لهم يا جماعه انا عايز اغير دول باي بقى ايه؟ بنتكلم فئات صغيره، بنتكلم في فئات ال 10 جنيه وما الى هذا، مش يعني مش ارقام كبيره. انا ما اقدرش اقول لحضرتك المنهجيه لان لم يعلن. العملات اللي هي اكثر تعاملا في السوق يعني؟ ايوه بالظبط كده، في المواصلات في الشراء. بنتكلم على فئات ال 10 جنيه يمكن اللي اعلن عنها لغايه دلوقتي فئه ال 10 جنيه، وقد يكون هناك بعض الفئات اللي هيعلن عنها البنك المركزي. ما لا داعي ان انا استبق الاحداث علشان ما تبقاش فيها نوع من البلبله. انما بشكل عام هي العملات المتاحه او العمله اللي تم الاعلان عنها بوضوح هي فئه ال 10 جنيه حتى الان. وخلينا نقول دي تجربه زي ما بنقول في الاقتصاد سبايلوت بروجكت، يعني تجربه اوليه بناء عليه بيبتدي يحدد مساراته في بقيه الفئات من العملات الاخرى، لان ده بياخد وقت الموضوع ما بتعيش في يوم وليله بشكل واضح. تمام، كل الشكر لحضرتك. شكرا لك. مدحت الشريف استشاري اقتصادي للسياسي وسياسات الامن القومي ووكيل اللجنه الاقتصاديه السابق مجلس النواب، بشكرك جدا يا فندم.